بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. متابعينا الأفاضل، يطيب بكم اللقاء دائما وأبدا. لقاؤنا المعتاد مساء كل يوم اثنين حول الخوض في علوم المراسلات التجارية. الآن كل العالم يحاول أن يصدر وأن يستورد، وأملنا الوحيد للمعامل أن تصدر محصولات زراعية تصدر، والكل عم يستورد. ما عاد في حدا يعيش من غير ما يحتاج دولة أخرى أو منتج آخر أو خدمات. وتسع أرزاق البشر موجودة في التجارة، ولكن للتجارة أصول وفنون وممارسات عالمية. هذه الممارسات جملت في هذه الدورة اللي هي المراسلات التجارية. بدأنا عدة حلقات سابقة ونتابعها الآن، وسنستمر إلى أن نوصل لأهم المعلومات. يعني إحنا هلأ إذا بتلاحظوا وصلنا على المحاضرة السادسة، والمحاضرة السادسة شو معناتها؟ يعني معناتها أنت قدامك 5 محاضرات، من التحق بنا الآن ينصح أن يذهب إلى هذه المحاضرات الخمسة وشو يتابعها. تمام؟ طيب، كيف تصبح محترفا في كتابة المراسلات؟ إن أول خطوة إذا حبيت التحق معنا في نادي محترفين المراسلات التجارية، وهذا النادي يعتبر فيه مين؟ فيه أنا وأنت وأي شخص حاب يفوت على مراسلات تجارية. هذا النادي موجود، عبارة عن صفحة بسيطة موجودة بالفيسبوك اسمه نادي محترفين المراسلات التجارية. إذا أنت طلبت الانتساب له والرابط موجود عندكم، فحتوصل وحتستفاد، وإذا استفدت منه حتلاقي معلومات دائما شيء يعني نحط نحن فيه دائما هذه المحاضرات بالترتيب، وإضافة إلى ذلك أي مستندات، أي وثائق، أي شيء يمكن تستفاد منه مستقبلا. فحيكون مرجع لإلك، يعني قد تكون أنت مثلا مسافر وعندك لقاء مع أحد مدراء التجار أو أحد مدراء المعامل، وتود أن تتأكد والله كيف بوسعي أنه أعبر عن نفسي بهذا الموضوع، أو أن أكتب هذه الرسالة، أو أن أرسل هذا الإيميل. فهون أنت عمليا بتروح بتلاقي والله شو أهم العبارات، شو أهم الطرق، وكيف بإمكانك أن تصل إليها. وأيضا ذكرنا أنه ينصح أنه تعمل صديق لألك من المواقع، وهو موقع رايت اكسبريس. وهو موقع رايت اكسبريس. رايت اكسبريس شو هو؟ هذا عبارة عن حصيلة جهد سنوات طويلة لأهم، وخلينا بيسموه هون انه الهب، اللي هو خلينا نقول المرجع او كنز المعلومات الخاصة بالمراسلات بشكل عام. فأي رسالة بدك تكتبها بأغلب المواضيع هتلاقي عناوين موجودة هون في اللغة الإنجليزية، وبتاخذ هذا تضغط على العنوان فبيعطوك إنه نماذج، طرق، تعاليم، آليات، عبارات مستخدمة. الإنسان ليس حاضر الذهن في كل مكان وفي كل زمان، فبتلاقي هذه العبارات كلها موجودة. أنا كان حلمي إنه كان يكون عنا نفس الشيء للغة العربية، يعني كيف يتم التعبير والتراسل باللغتنا العربية. وهذا الجهد بحاجة لفريق من المترجمين، ومين نقعد نحن نأخذ المراسلات ونضبطها باللغة العربية. في عندك مراسلات العلاقة بالموارد البشرية، مراسلات العلاقة بالتسويق، مراسلات العلاقة بالتعاقد، بعقود، بغيرها. فبيكون عندنا مرجع للشباب والأجيال القادمة حتى نعزز كمان إنه كيف نتواصل مع الدوائر الحكومية، مع الجهات الرسمية. طيب، هذا إذا أنت بدك تحترف هذا الطريق صار الموضوع متاح لك. وذكرنا ايضا انك انت بانكسار عندك، يعني هذا الشيء ما كان موجود عندنا، اللي هي هذا اول شيء، هذا عنوان الفيسبوك الجروب اسمه Letters for Arab، وهذا رايت اكسبريس الموجود. وقت انت بتبدا مشوارك في تعلم المراسلات، اول 10-12 رساله حتستعين فيه، بعد فتره بيصير تحول الامر الى سليقه، فبصير you can express yourself without going back to this website. فالمراسلات مثل قيادة السيارة، تبدأها أول شيء بالوعي
ثم تتحول إلى اللاوعي، ثم تصبح قوي وسريع ومنتظم في عملك وعلمك. طيب وماذا شو بدنا نحكي نحن؟ شو المشوار تبع المراسلات؟ حكينا نحن في الحلقات الخمس الأولى عن فنون التواصل الكتابي باللغات العربية والإنجليزية، بعدين حكينا إذا أنت أردت أن تستورد أو إذا أنت شركة بدها تعلن على مناقصة أو دائرة حكومية على مناقصة، فكيف يتم ذلك؟ وثم في هي اسمها الاستعلامات. طيب بعد ما خلصنا هذا القسم رحنا وصلنا على كيف بدك تجاوب على الاستعلام. إذا أنت مدير معمل، مدير مصنع، إذا أنت تاجر جملة، إذا أنت مصدر، لهون مثلا بدبي عندها كثير ناس عبارة عن مراكز تمثيلية لشركات عالمية، فهي عندها إعادة التصدير دائما موجودة، بيجيها طلبات وأسئلة وهي بترد على هذه الطلبات وهذه الأسئلة. هذا ما سيكون عليه مشوارنا اليوم. بعدين إنه نجي على الموضوع الأوردرز، طلبات الشراء، الدفع، الشكاوى، تسويات الدفع، البيع على الحساب، الوكالات التجارية، النقل والشحن البضائع، حجوزات مواعيد الضيافة وغيرها. المرجع الأساسي الذي اعتمدناه هو كتاب أوكسفورد هاند بوك أوف كوميرشال كورسبوندنس، وهذا الكتاب إنه موجود متوافر في أمازون ومتوافر بنون دوت كوم، وينصح أن تشتري الكتاب الأصلي، لا ننصح أبدا بأي نسخة موجودة بايرت أو غير رسميات تباع بشكل رسمي، هذا الشيء ما هي تعتبر مخالفة قانونية، ومن يبني حياته ومشواره على علم فيجب أن يستثمر في علمه. فأنا رأيي أنك تشيل الكتاب وخلي الكتاب تكتب عليه بأناملك الجميلة، بأناملك الحلوة، كلمات الجديدة، ترجعي له دائما، ترجع له دائما، هيكون صديق العمر بعد 10 سنين بتشوف أبدونه لأولادك أنا بلشت بهذا الكتاب. طيب طيب هذه المراسلات حنبدأ فيها الآن. وصلنا على شو؟ على كيف أنت بدك ترد على طلب المراسلات. أول شيء إذا أنت أتى شخص يستفسر منك على تزويده ببضاعة، أجا وحدة قالت لك والله بياكي توردي لي بضاعة، شركة قالت لك بدي منك تعملي لي طلبية شراء، أنا عندك هل عندك هذه الأصناف؟ هل هي موجودة؟ هل عندكم هذه التشكيلة؟ هل عندكم هذه الطلبيات؟ فكيف بدكم تردوا؟ قال في هون اتيكيت. هلا هون بالملاحظة ليش نحن اخترنا الكتاب تبع أوكسفورد؟ تذكروا معي أحبابنا إنه لغة المال والأعمال نشأت في بريطانيا، وطريق الحرير كله بيعرفه، كلنا بنعرفه. البريطان والإنجليز هم خير من أتقن القيم والمثل والأخلاق التجارية، الوضوح، عدم الضبابية. وتدخل أنت على مطبوعات الخاصة بالتجارة فستسر جدا بقواعد انضباطية جميلة جدا تمثل أخلاق التاجر العالمي. يعني ما بيقولون أنه أنت خليك مثل الأجانب، خليك مثل الأجنبي بمواعيدك، خليك مثل الأجانب مثل الإنجليز بضغطك، بصحتك، بصحة معلوماتك، precision, accuracy. فهي كلها موجودة عنه. فهذا الكتاب يعبر عن هذه القيم الأخلاقية في التجارة. إذا أتاك استفسار كيف ترد عليه؟ أول شيء أنت بدك تأكد بالرسالة أنه أنت أنه confirming that you can help، أنت فيك تساعد. يعني أنت واحد طلب منك سؤال أنه عندك البضاعة موجودة، أنا بدي استفسر على هذا المنتج، على هذا الديزاين، فأول شيء بتقول له أنه هذا الشيء موجود، بعدين بتحاول تروج لمنتجاتك selling your product. هنحكي على كل واحدة من هدول. suggesting alternatives، لو أنت عندك منتج أحسن، عندك إصدار جديد، أو أنت عندك بضاعة خلصت، أو أنت تاجر جملة وبدك هذا بده يشتري بالمفرق، فهند you have to referring the customer to another place، بدك إرشاد الزبون لمورد آخر، أو بدك تبعت له قائمة بالكتالوج أسعارك، مطبوعة دعائية، نماذج أو عينات، sending catalogs, price lists, prospectus and samples. Arranging demonstrations and visits. إذا بتذكروا بالإنكواريز نحن شو حكينا؟ حكينا بالإنكواريز إنه إذا أنت بدك تشتري معمل، بدك تشتري معدات ثقيلة، فبدك تشوفها قبل إنه ما تشتريها، إنه كيف تشتغل. فهم بحاجة لديمونستريشنز، يعني تشوف الآلة أثناء العمل، أو زيارة ميدانية لمكان مركب فيه هذا المنتج. فكيف يتم التنسيق فيه بالمراسلات؟ بعدين كيف بدك تعمل كلوزنج للرسالة؟ كيف بعد تعمل مرفق مع عروض الأسعار؟
العروض الأسعار في عندك نفقات النقل والتأمين، عندك الخصومات، عندك آلية الدفع، عندك شروط مواعيد التسليم delivery date fixed terms and negotiable terms، الشروط الثابتة أو البنود الثابتة مثل التفاوض يعني عندك شروط ما غير قابلة للتفاوض وقابلة للتفاوض، وإعطاء تثمين أو تقدير لو أنت عم ترد على عطاءات طلب عطاءات لشركات حكومية. في شيء احنا حنمرق عنه بس انا هلا بس حاستعرضه معكم على السريع، اللي هو عمليا ماذا يسمى، هذا احبابنا يسمى بالبنود الشحن الرسمي، بنود الشحن الدولي. شو يعني بنود الشحن الدولي؟ انت بتعمل مراسلات، في عندك مصطلحات خاصه بالشحن التجاري تستخدم عند التسعير وطلبات الشراء، هي حترافقنا بعده اماكن بعده مراسلات. فعندك انت مثلا سي اف ار، هي عباره عن مصطلح موجود وتعطي انت الاسعار، سي اي اف، سي بي تي، سي اي بي، يعني عندك مصطلحات تبدا بالدي اللي هي داف، ديس، ديك، دي دي بي، دي دي يو، عندك تبدا بالاي، عندك اكس ووركس، عندك تبدا بالاف، اف سي اي، فانس، فوب. فهي كلها المصطلحات سنتعرض عليها وسنناقشها، وهي موجودة عندكم بجروب تبع محترفين المراسلات في يونت، عم نحط فيه داونلود لهالقائمة هذه. طيب انت نرجع موضوعنا، اول شيء تأكيد انه الاساسيات بدك ترد على الواحد، اول شيء اذكر تأكد من اسم المرسل الظاهر على الرسالة الواردة حسب القواعد السابق ذكرها. انت حكينا اول يوم اول جلستين انه هناك دائما اسماء طرق ذكر الاسم، مستر جون سميث والميس والسليوتيشن، اذا كان ما بيعرف الشخص كاتب اسمه فانت هون بدك ترد عليه على حسب اسمه، ما فيك ترد عليه ديار سير ديار مدام، بدك تشكره على السلام وعلى الاستفسار تبعه، وبدك تعمل ريفرنس للرساله الوارده ورقم مرجعها. هي ثلاث اساسيات، اذا تاكد من الاسم، اشكر المسائل، واذكر تاريخ الرساله الوارده ورقم مرجعها. طيب الرد على الاستعلامات، اول شغله بتقول له مثلا ثانك يو فور انكويري اوف 6 جون 2020 ان ويتش يو اس اباوت، نشكرك على استفساركم، نشكركم على استفساركم بتاريخ 6 شهر 6/6/2020 والذي كنت تسال به عن. I would like to thank you for your inquiry of 10 May 2020. أود أن أشكرك على استفسارك بتاريخ 10/5. And I'm pleased to tell you that we would be able to supply you with. ويسرني أن أخبرك أننا سنكون قادرين على تزويدك بما طلبته. We were pleased to learn from your letter of 10 December that you are impressed with our selection of. نحن سررنا عندما علمنا من رسالتك بتاريخ 10 ديسمبر انك ان ضاعتك او السلكشن تبع او عيناتنا نالت اعجابكم. Thank you for your letter. رقم المرجع تبعه NG1691 which we received this morning. شكرا على رسالتكم برقم مرجع كذا التي سلمناها هذا الصباح. كلمة هذا الصباح ليش انت بتقولها؟ انه كثير من الاوقات انت بتوصل الرساله اللي عندك متاخره، فيجب ان يشعر الطرف الاخر انك جاوبت رددت عليه باسرع وقت ممكن. يعني احيانا قد تاتي الرساله تبعتها بالبريد او يبعتها مثلا لكن توصلك متاخره، فحتى ما يقولوا عنك انه شركتك بطيئه بالرد، علما انه معايير الجوده بتقول لك انه في رسائل يجب ان يرد عليها خلال فتره زمنيه محدده وثابته، مثلا يوم 24 ساعه حد اقصى 12 ساعه. خصوصا اذا كان ليش؟ لانه هذا الشخص اللي عم يستفسر منك ثق وتيقن انه كل انسان حريص على ماله وعلى تجارته وعلى منتجاته، فارسل 10 رسائل استفسار اكيد لعده مزودين لنفس السلعه او الخدمه. فالشطاره بيقول لك اللي سبق اكل النبأ، اللي بياخذ الرساله وفورا برد عليها فحظوظه انه يتم تثبيت موعد الشراء منه والبضاعه أكثر ممن يأخذ الرسالة وينام عليها أسبوع ثم يرد. رقم يعني خصوصا إذا كان الناس عم تطلب بضاعة موسمية، يعني إحنا هلأ مثلا في شهر 9، إذا في بضاعة بدها تتحضر هلأ تنطلب عشان توصل قبل الكريسماس قبل النيو يير وقبل مواسم الأعياد. فالبطء بالرد شغلة مشينة بالشركة الموردة أو الزجاجة بتعامل معك.
طيب التأكيد أنه بإمكانك المساعدة. هون بتقول له بالله let the inquirer know near the start of your reply if you have the product or can provide the service he or she is asking about. It's irritating to read a long letter only to find that the supplier cannot help. دع السائل inquirer know أن يعلم near the start of your reply بداية ردك if you have the product إذا كان بحوزتك المنتج or can أو بوسعك provide the service تقديم هذه الخدمة he or she is asking about. فمن المزعج it is irritating to read a long letter أنه تعطي رسالة طويلة only to find واكتشف في آخر الرسالة that the supplier cannot help. والله تقول له والله عنا المعمل صار في عنا فيضان صار في عنا طلبات كثيرة وكذا وكذا وهذيك المرة بنت خالتي طلعت من الحبس وأمي نطت عليها البقرة ومدري شو تحكي له قصة طويلة عريضة بالأخير أنا ما فيني بيعك البضاعة لا أخي من أول قال له if you can if you can or if you cannot. فمثلا بتقول له we have a wide selection of sweaters. يعني إذا تتذكروا نحن الأمثلة الأسئلة التي طرحناها في الحلقات السابقة كان عم يسأل إذا الواحد بده يشتري معاطف فهم بيقولوا نحن عنا والله طيف واسع من المعاطف that will appeal to the market you specified التي تتناسب مع السوق الذي حددته. Our factory معملنا would have no problem ليس لديه مشكلة in producing في إنتاج the 6,000 units 6,000 وحدة you asked for in your inquiry التي سألت عنها في استفسارك. We can supply from stock نحن فينا نعطيك بضاعة من المخازن موجودة عنا البضاعة بالمخازن and will have no trouble in meeting your delivery date وليس لدينا أي مشكلة أنه نزودك بهذه البضاعة بالdelivery date بالوقت التسليم الذي حددته في استفسارك. I am pleased to say يسرني أن أقول that we will be able to supply the transport facilities you inquire. أنا بإمكاني أنه أنا أعطيك خدمات النقل التي أنت استفسرت عنها. We can offer door-to-door delivery services. نحن عنا بإمكاننا أن نعرض عليك خدمات التسليم حتى باب المنزل. طيب هون وقت أنت بطلب منك طلب أول شيء أنت رحبت فيه، ثاني شيء أنت قلت له وصلتني رسالتك بهذا التاريخ وهذا المرجع، ثالث شيء أنت ذكرت له أن بوسعك أن تلبي طلبه. الآن يجب أن تروج لمنتجاتك وأعرض مزاياها الفريدة. يعني أنت إذا عندك بضاعة حتى لو هو عم يطلب هالبضاعة قلت لك ثق وتيقن أنه طلبها من عدة أشخاص، فأنت هون لازم شو؟ لازم تروح تحاول تمدح بضاعتك. في علم البيع هناك شيء اسمه يونيك سيلينج بوينت، ميزة بيع فريدة، أشياء تمتاز بها بضاعتك عن غيرها، يستحسن أن تذكرها، يستحسن أن تشجع الشخص، أن تقنعه والله أنا عندي هالبضاعة اللي أنت طلبتها هي من أحسن البضائع، هي من أحسن المنتجات الأكثر طلباً، أنت كثير مزوئ في طلبك، أنت اخترت الأفضل، أنت اخترت الجودة الأعلى. يعني صور مثلا واحد بتذكروا إذا مثلا تعلموا من النسوان وقت الخطبة وقت بيقعدوا النسوان عم يخطبوا بعضهم الأم تمدح بنتها والابن بيمدح والأم الابن تمدح بابنها والله طوله وعرضه وواسع المركبين والبنت بتقول والله عن رموش عيونها وعليها لفة يبرة وعليها محشي بياخذ الدنيا. فدائما هذا الشيء أنت عم تروج لازم تمدح بمنتجاتك، لازم تشجع الطرف الثاني على الشراء. لماذا؟ لأنه أنت هذا الشخص متردد لم يأخذ قرار الشراء بعد، يجب أن ترسخ قراره. يعني في شيء اسمه buyer remorse، ندم المشتري، يا ترى أنا هل اشتريت أفضل شيء بأحسن سعر بأسرع وقت من أحسن مكان بأحسن مواصفات ولا لا. هون بيقول لك أنه encourage شجع or persuade أو أقنع your prospective customer. Prospective customer يعني زبونك المحتمل. أنت بعلم المبيعات في عنا شيء اسمه prospect. The prospect هو أي شخص يحتمل أن يشتري منك، مجرد ما اشترى صار اسمه customer، فيجب أن تشجعه وأن تقنعه to do business with you، أنه يساوي business معك. A simple answer that you have the goods is in stock is not enough. مجرد أنه تقول له والله البضاعة موجودة عندي ما بكفي، لازم تمدح البضاعة. Your customer might have made 10 other inquiries. يمكن زبونك أو هذا المستفسر عمل 10 استفسارات لعدة من عدة منافسين. So remember it is not only in sales letter that you need to persuade.
تذكر انه مو ليس فقط انك انت لازم تقنع الناس في مراسلات البيع، مراسلات البيع المقصود فيها المراسلات الترويجية. Mention one or two selling points of your product including any guarantees. اذكر نقاط البيع، الميزات الفريدة، نقطة او نقطتين من مزايا منتجاتك، بما في ذلك اذا كان في عندك اي ضمانات، اي special offers، عروض خاصة، discounts، حسومات. فعلى سبيل المثال بتقول له انت when you have had the opportunity to see the samples for yourself، عندما تتاح لك فرصة ان ترى العينات بنفسك، we feel sure، نحن متأكدين، you will agree that they are of the highest quality، انهم you will agree، انك ستوافق معنا ان هذه العينات they are of the highest quality، من اعلى جودة. and to see a wide selection online، وكي تشاهد مجموعة واسعة من الطيف البضائع اللي عنا، go to اعطيه ويب سايت تبعه، هي اسمها confirmation، عم تأكد له انه هو عم يشتغل من احسن الناس. Once you have seen the Delta 800 in operation, we know you will be impressed by its trouble-free performance. مجرد ما شفت انت دلتا انه هاي الماكينة عم تشتغل in operation، نحن نعلم انك ستعجب بtrouble-free performance، بأدائها لما فيه أي مشاكل. We can assure you، بإمكاننا أن نؤكد لك that the Alpha 2000، أن هذه الماكينة نوع Alpha 2000 is one of the most outstanding machines، هي من أقوى وأرقى أقوى الآليات on the market، في السوق. And our confidence in it supported، وثقتنا هي in it is supported by our 5-year guarantee، مدعومة بضمان 5 سنوات. بعدين إذا أنت ما عندك البضاعة، suggesting alternatives، اقترح له بدائل. فهون if you do not have what the inquirer has asked for، إذا لم يكن بحوزتك ما سأل عنه المستفسر، but have an alternative، وعندك بديل بضاعة نوع تاني شكل تاني، offer that، ما تقول له ما عندي وضل ساكت، قال له عندي انا هي هيك هيك ميزاتها. But do not criticize the product، اذا طلب من اذا جو واحد يشتري منك منتج وانت ما عندك اياه، مو تروح تعيب بهذا المنتج، مو تقول له والله هذا منتج جربان، هذا والله خالصه صلاحيته، هذا اخي كل الناس ما عادوا اخذوه، لساتك دقه قديمه، تعج. لا تهين المنتج القديم. هي اور شي اوريجينالي اس فور، الذي سال عنه هذا الزبون. فهون شو بتقول له؟ And while this engine has all the qualities the model you asked for، وانا والله هذا المحرك فيه كل المزايا للمحرك اللي انت شو سألت عنه. The power drive has the added advantage، المحرك قوة المحركة الادفانتج، of fewer moving parts، القطع اللي بتتغير فيه قليلة، so reducing maintenance costs، وبالتالي بتخفض على نفقات الصيانة. It also saves an on oil as it، وهي بتوفر عليك زيت أو وقود بما أن كذا كذا. The model has now been improved، الطراز التي تستفسر عنه قد تم تحديثه. It is steel casing، it's steel casing، الكفر أو شو بسموه الغطاء المصنوع من الستيل، has been replaced، تم تغييره by strong plastic، بلاستيك مقوى، which makes the machine much lighter and easier to handle، مما يجعل هذه الماكينة أو هذه الآلة أخف وزناً وأسهل في التعامل معها. Of course، بالطبع، leather is an excellent upholstery material، بالطبع أنت اخترت الجلد وهذا يعتبر أحسن شيء. لشو كان في عنا استفسار أنه حطونا أغطية لكراسي ملعب. But escalating cost، ولكن التكاليف المتزايدة، have persuaded، أقنعت many of our customers، الكثير من الزبائننا، to look for an alternative، للبحث على بديل، which is more competitive، وهي أكثر تنافسية in price، من حيث السعر. Tartan plastics، هذا اسم أنواع البلاستيك، have produced، أو اسم المعمل الذي معمل البلاستيك، have produced a high quality substitute، طالع بديل عالي الجودة اسمه leathering، which has، شوف leathering حطوها between شو quotation، تمام، which has the texture، عند نفس المادة strength، القوة،
and appearance المظهر of leather اللي خاص بالجلد but at less than a quarter of the cost ولكن بأقل من ربع التكلفة. We feel confident that the samples enclosed will convince you. نحن واثقين أن النماذج المرفقة سوف تقنعك. طيب في حال أنت هذا زبون مو زبونك زبون شخص تاني فهون إرشاد الزبون إلى مورد آخر. أنا بتذكر هون بس قصة وانا نحكينا نحكوها يقال أنه أخلاق تجارنا من زمان كيف كانت. يقال أنه أحد الدول المعادية كانت بدها تغزو أحد المدن في بلادنا فقال أول شيء هذا اللي بده يغزيهم الملك أنه روحوا شوف كيف ترابطهم الاجتماعي فبعثوا جاسوس نزل على سوق الحمدية وسوق البزورية وسوق الهال وصار يسأل كل البياع لو سمحت أعطيني هالعشر دزينات من هالمنتج يبيعه قال له أعطيني كمان 20 دزينة من هاي بيقول له سمحت أنا استرزقت منك روح عن جاري لسه ما استرزق صار يروح عند جاره يشتري منه قال له اعطيني من العينات وهالعينات وهالعينات قال له انا اخذت منك العينات جاري عنده احسن مني روح لعنده واكيد حيخدمك اكثر مني فشفات الشخص لا ما في انانيه شاف الانا الكلي قد الانا الفردي ذاب بالانا الكلي الكل عم يحاول ينفع جاره او زميله بالعمل او الشخص الثاني فرجع عن هذا الجاسوس لعند هذه الدوله المعاديه قال له نحن من أسوأ القرارات أن ندخل عليها الآن لأنه شعبه بيحب بعضه مترابط إيد واحدة فبعد من نعمله غزو فكري صار في أنانية فردية راح الأنا الجماعي فصار بقى كل واحد حارك المين إيده له وبالتالي انضرت الأمور هذا شو اللي جاب لي هالقصة جاب القصة لبالي أنه هذا المثال أنه أرشده لمكان تاني referring the customer to another place على سبيل المثال لكن you may not be able to handle the order يمكن يطلب منك طلب انت اكثر من امكانياتك مو تروح تفوت حلق بورطه عشان تكون بجشع او انانيه وتضرب سمعه بلدك وسمعه مصنعك وسمعه شخصيتك يقال انه يا من عنا تجارنا للاسف ضربوا سمعه البلد وصار ينطلب منهم طلبات كبيره للتصدير وصاروا هن بقى ياخذوا طلبات لهم حاضر ومنساويه وتوصل البضاعه مضروبه حتى صارت الناس تكره بضاعة منتجة من هذه الماركة أو من هذا المكان فهم تقول له you may not be able to handle the order يمكن ليس بوسعك أن تأخذ أن تتعامل مع كل هذا الطلب or answer the inquiry أو أنك تجيب على سؤاله إذا ما فيك تجاوب على سؤاله لا تنشو مو تحط الإيميل تحطه بال تكبه على جنب لا if this is the case إذا كانت هذه الحالة tell the inquirer أخبر المستفسر and if possible وإذا كان ممكن refer them أرشدهم to another company لشركة أخرى which can help بوسعة أن تساعدهم ومو تطلب عمولة كمان يعني خلي هون موضوع selling is servicing اسمك ذهب إجاك أنت زبون نفع جارك وجارك بنفعك والسوق بيقوى مع بعضه أما إذا الله ما أعطاني عمولة جاري برجع بحكي له والله أخي هالبضاعة أنا دلتك على فران ولاتني ما دلتك عليه بكره سمعت والله سمعته مو منيحه ليش انا ما اعطاك العموله خلي قلبك صافي تجيك رزقتك لعندك ورزق جارك تجي لعنده مثال I regret to say يؤسفني ان اقول that we no longer produce the type of stabler you refer to as there is no longer sufficient demand for it نحن ما عدنا انتجنا هذا النوع من الستابلر يمكن الخرازي you refer التي اشرت لها you refer to as there no larger sufficient demand بسبب انه ما له موجود عندنا طلب واسع بالسوق لهذا النوع من المنتجات I am sorry we cannot help فهون بكل بساطه بكل احترام اعتذر منه اخي ان هذا المنتج ما عاد فيني ساعدك فيه او مثال ثاني the book you mention is not published by us الكتاب الذي انت طلبت شراءه ليس نحن مو نحن الناشرين but by Greenhill Education Limited شركة جرينهيل اللي هي طبعته their address is وعنوانهم كذا 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 شوف قديش حتكون سمعتك حلوة وقديش حتكون انت محترم في وجهة نظر مستلم وتعطيه هذه المعلومات هذا الذي يصنع البراندات الماركات العلامات التجارية we no longer manufacture pure cotton shirts لم نعد نصنع قمصان من القطن الصافي as their retail prices tend only to attract the upper and end of the market
لأنه أسعار المفرع تبعه بس عم تجذب كبار الطبقة الغنية من السوق upper end of the market. All our garments كل منتجاتنا are now poly cotton. Poly cotton يعني هي مصنوعة من البوليستر والقطن. Which is stronger هم عم يمدحلو فيها أنه هي أقوى. Needs little ironing ما لا محتاجة أن كل خمس دقائق ترجع لك تكويها. Ironing يعني الكوي. And allows variations in pattern. يعني هون عندك عندك فيك تعمل تعديلات على نقشة القماش. Variation عندك عدة أصناف من النقشات. Which you can see in our website والتي يسعك أن تشاهدها في موقعنا على الإنترنت اللي اسمه كذا كذا كذا. However على كل حال كلمة however كتير أساسية أنه هي تنفي ما قبلها. If you are only interested in pure cotton garments لو إذا أنت مهتم فقط في المصنوعات من القطن الصافي. We advise you to contact Louis Fashions كذا. ننصحك أن تتواصل مع هذه الشركة. فهذا الشخص محترم جدا الذي أجاب أشار إلى منتجاته وأشار إلى منتجات المنافسين أيضا نفس الوقت. Even if you can handle the inquiry you may still have to refer مثلا حتى لو بإمكانك أنك أنت تساوي هالإنكويري تتعامل مع هذا الطلب يمكن كمان تبعت هذا الشخص المستفسر لمكان آخر بقول لك مثلا We manufacture the product you inquire. هون عمليا مثلا قد يكون واحد طلب منك بضاعة وهي البضاعة الماوس عندي أنا فيها مشكلة. فقد يكون واحد طلب منك بضاعة بقيت لهم تقول له والله we manufacture نحن نصنع the product you require المنتج الذي تحتاجه but we only deal with wholesalers نحن فقط نتعامل مع تجار الجملة not retailers وليس تجار المفرع. لذلك therefore I suggest you contact our agent. أنصحك بالتواصل مع وكيلنا. اسم الوكيل تعطيه اسم الوكيل. فبالدائما بصير عندك وكالات وقت الناس بتروحوا عن الشركة الأم. الشركة الأم عواد ما تتعامل مع ألف زبون تتعامل معك أنت أنت الديلر تبعون وكل حدا بيستفسر عن بضاعتهم بيبعتوه لعندك. Our agents وكيلنا in Italy في إيطاليا are كذا كذا اسم اسم الشخص. Alberto Bello مدري شو هو هاي عنوانه. They carry the full range of our products عندهم كل الأطياف وكل التشكيلات الخاصة بمنتجاتنا. هكذا نحن نكون وصلنا ل جاوزنا 30 دقيقة اللي وعدناكم فيها بسبعة من دقائق. ما بدنا نتقل عليكم خلينا نحن ناخذ جرعات بسيطة نستوعبها. إذا ما نطلب منك بعد هذا هذه الأمثلة ارجع للكتاب طالع الكلمات الجديدة حاول أنك تدرب نفسك. هذه الدورات نحن عندما نعملها للشركات نعملها كورشة عمل. شو يعني ورشة عمل؟ إذا أنت بتروح حاليا وبدك تحاول تلتحق بجامعة عالمية أو MBA دولية ما بيعطوك محاضرات بيعطوك مادة تقرأها بيقول لك قبل المحاضرة أنت عندك 300 صفحة قراءة ودراسة وتدخل المحاضرة لماذا؟ من أجل الممارسة. فهون بيصيروا الطلاب يمارسوا مع بعض هذه المعلومات التي تعلموها. بيصير عندنا هون بنسوي شيء اسمه كوتشينج. يعني بيقول لك إن الإنسان ينسى نسبة كبيرة مما تعلمه خلال 4-5 أيام قد توصل إلى 90%. فبالتالي إذا أنت ما مارست إذا أنت ما مارستي بشكل يومي كتابة الممارسة المراسلات وصرت دائما طلعوا الكلمات الجديدة والصعبة وتصور حالك انك انت بتكونوا ماشيين ساوي مثلا مساوي بالجروب تعال نعمل رسالة اعتبر حالك انك انت هلأ وكيل موبايلات سامسونج وكيل مثلا غسالات وكيل برادات وانت بدك تستفسر مشان تجيب قطع تبديل او انت بدك تصدر هذه القطع وطلب منك هذا السؤال كيف ستجيب عنه. بنغطي نحن بناخذ الكليشات الموجودة بنكتبها على جنب بنربطها مع بعضها بنشوف هل ربطنا صح ولا لا بنصلح لبعضنا. هي الطريقة المتعلم فيها المراسلات التجارية. غير هالطريقة هي حضل عنا مرجع. إذا نحن عملنا هالشي بعد فترة بصير أنت عندك شيء اسمه سميناه سوايب فايل. السوايب فايل اللي هو فيه أهم الكلمات والعبارات التي أنت ستستخدمها وأنت ستستخدميها إذا ما طلب منك هذا الشيء. إذا تعالوا نمارس سويا صياغة المراسلات كتابة المراسلات نستخرج الكلمات الصعبة
نضع نفسنا في مواقف كأنه مديري طلب مني هذا الشيء، وفي حال أنت تعينت أو أنت تعينت في شركة تصدر وتستورد، فضغط العمل لن يسمح لكم أن تمارسوا إذا لم تمارسوا من الآن. إذن الممارس غلب الفارس، التدريب المستمر، جرعات بسيطة نتأكد من نفسنا فيها أحسن من جرعات كبيرة والأخير ننساها. وهذا صبحي أخوي، أحييكم من دبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.